السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة؟ هل قبل الخروج من منزله أم بعد أن ينقطع البنيان؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل أن المسافر لا يشرع، يعني لا يبدأ في قصر صلاته إلا إذا شرع في السفر وغادر محلة أهله، يعني الحي الذي يسكن فيه. وهناك رأي في الفقه موجود، ما دام قد عقد العزم على السفر فإنه يجوز له أن يقصر ويجمع. يعني اليوم أنا نويت السفر مثلا إلى الإسكندرية أو أسوان أو أي بلد من البلدان، مسافات طويلة وتعطيني حق القصر. ما دامت النية قد انعقدت وأنا خلاص سأركب السيارة وأنطلق، ولا أدري ماذا سيكون في الطريق، هل أجد مكان أصلي فيه أم لا؟ أجاز بعض أهل العلم ما دامت النية منعقدة أنني أقصر وأبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى.